طيب الناس اللي هتسأل على بهارات الصلصة مهمة جدا، محشي ماشي، مكرونة ماشي، طبيخ ماشي، أي حاجة فيها صلصة هتتحط على النار أو عصير طماطم بنعمل البهارات دي وبنكتب على البرطمان بهارات الصلصة وبناخد منها. دي اللي بتديكي كده إيه ريحة حلوة قوي للطبيخ بتاعك. عبارة عن إيه؟ معلقة كبيرة فلفل أسود، شطة، كمون، كبابة صيني، ورق لورا، قرنفل، زعتر، كله مطحون بودر وبحطهم على بعض وباخد منهم معلقة كبيرة لكل لتر عصير طماطم. نقولهم تاني، معلقة كبيرة من كل من فلفل أسود، شطة، كمون، كبابة صيني، ورق لورا، قرنفل، زعتر، وكله ناعم، كله مطحون بودر ناعم، بحطهم على بعض وبحطهم في برطمان وبكتب عليهم بهارات الصلصة وباخد منهم معلقة كبيرة لكل لتر عصير طماطم مضروب في الخلاط. مية بتغلي، هنكه الأول المية بتاعة سلق الممبار، ما بنحطش توابل ولا ملح، بعيد وزيد تاني. هي بصلاية اهي، وكمان حبهان ورق لورا، زي مية مثلا سلق الفراخ كده، عشان يفضل الرز مفلفل معاك كده لآخر رزاية كده. شوية زيت، بسم الله، ادي البصل انزل كده، لسه مسخنتش قوي، ماشي، ممبار اهو، ماشي يا استاذ احمد، ادي الصباعين دول اللي هشتغل بيهم اهو. ايوه بصوا، بروح قلبه كده، شايفين، وبعدين اروح قلبه كده، انتوا مش شايفين من الايد دي، وامسكه، والميه بقى تنزل هنا كده، تروح قلبالي الممبار تحت الحنفيه، ده اللي هو بيتقلب تحت الحنفيه. انا عملت ايه دلوقتي؟ حطيت بصل في الزيت تقليبه، ونزلت بعصير الطماطم، ونزلت بصلصه، الصلصه العاديه بتاعتنا، عشان تديني لون حلو للخلطه وكمان تديلي قوام تقيل. تعالوا بقى معايا هنا هنحط ايه بقى في الصلصه. ادي ملح، بسم الله، والملح بنزوده شويه عشان لسه فيه رز وخضره هيتحطوا، وادي فلفل اسود، يبقى ملح وفلفل اسود. ايه تاني عندنا؟ شويه نعناع ناشف، ده مش هيتحط بالمعلقه، هقول لكم هيتحط ازاي دلوقتي. بهارات الصلصه اللي كوناها مع بعض كده، يبقى دلوقتي فاضل عندي السكر والنعناع. اقلب بس كل ده مع بعضه كده. بصوا النعناع هاخده ازاي، هاخد شويه بين كفوف ايديا كده، واحط الكف التاني كده، واعمل ايديا الاتنين زي الرحايا بتاعت زمان بالشكل ده، بفركه بمعنى اصح كده. بعد كده اي حاجه خشنه طلعت معايا بشيلها، واروح حاطه الناعم بس اللي نزل بين كفين ايديا، وعلى الناشف مع الخضره بدعكهم في بعض قوي. خلي ريحه الخضره الرز يشربها معايا، خلي ريحه الخضره تطلع عليكي وانت واقفه كده بالشكل ده. الدقه بتاعتنا عباره عن ايه؟ ادي ثوم، احطه كده في الهون، هدي كله كده خلطه مع بعض، ثوم مش كتير يعني، بصوا حوالي معلقه كبيره كده للحلوه دي. ادي كمون اهو، ماشي، وايه تاني؟ وكزبره، بسم الله. تخيلوا كل ده هينزل دلوقتي على صلصه المحشي بتاعتنا، على صلصه الممبار، كمون وكزبره على الثوم، وشويه شطه، ملح كده، واعملي حساب ان انت كده كده حاطه ملح في الصلصه، وهديهم دقه مع بعض كده، بفلفل بارد مفروم ضرباه في الكبه، وممكن تضربيه في الخلاط كمان كده، وفلفل حامي، بسم الله، قرن فلفل حامي برضو مفرومين كده في الكبه مع بعض. يبقى انا دلوقتي نقول ايه؟ حطيناش الخل، ما حطيناش الخل، دقه من غير خل ينفع؟ اهي، واروح نازله على الصلصه بيها غلوه بس معاها، وشموا الريحه. طبعا انت متخيله الريحه دلوقتي هتبقى طالعه عامله ازاي من ايه؟ مكونات الصلصه اللي قدامكم دي يا استاذ احمد. بالله كده، واتفقنا قبل كده ان انا بخلي خلطه المحشي حمراء وطريه بعد ما غسلناه، وقلنا بيتنقع في ملح وخل كويس قوي بتشطف، وبعد كده بقلبه وبخلي الدهون لبره، بروح جايه اسماه كده عشان احاول اخلي على الاقل كله طول واحد. دي اللي اتقسمت بتنيها على الطويله، واروح جايه من هنا عامله كده اهي. ايه اللي بيحصل عندي؟ بقعد اتني على بعض عشان كله يطلع لي في الاخر طول واحد، وانزل كده جوه بالشكل ده. اوعي تمليه للاخر، اوعي تمليه للاخر، بصوا، وادوس كده ابطط الرز،
طول ما انا ببطط الرز ابقى عارفه ان انا كده ما مليتوش للاخر، وفي نفس الوقت عمره ما يفتح معايا في الميه ابدا بالشكل ده، واللون الخلطه الجميل اللي جواها. شايفين الممبار احمر ازاي ما شاء الله عليه من جميع الجهات اهو، فيها بصله وحبهان ورق لورا مش اكتر من كده، ولا هيتربت من الجناب ولا اي حاجه خالص. زي ما هو اول ما هينزل لازم الميه تكون مقطعه نفسها من الغليان بالشكل ده، ويروح حط بسم الله نازل فيها على طول، يروح قافل على نفسه اهو. اوعي تحطيه والميه لسه ما كملتش غليان والميه لسه دافيه. بصوا يا جماعه وهو مسلوق لونه عامل ازاي. بص يا استاذ احمد لونه محمر ولونه جميل، مش محتاج يتحمر، ده كده طلع من الميه بس، ومجرد انه اتحط في الهواء سيكه الخلطه الحمراء الجميله بتاعته بانت على طول معاه. دلوقتي بقى هنحطه في الزيت، ما بنحمروش كتير لان هو اصلا لونه يعني ما شاء الله عليه مش محتاج. في حله الضغط بياخد بالظبط ربع ساعه، لو هتعمليه في الحله العاديه بعد 25 دقيقه افتحي عليه وشكيه بالشوكه كده شوفي السوا بتاعه.